السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع الجميل دوت تقدر تحمل منه أشكال كتيرة 3D سواء OBJ أو GLTF2 أو GLTF، تمام، وتقدر إن أنت تشوفها 3D. زي ما أنت شايف في حاجات كتيرة جدا موجودة، يعني صعب إن أنت تحصرهم. تقدر تعمل سيرش على حاجة، تقدر إن أنت تفلترها، تقول مثلا عايز الحاجات الأركتكتشر أو الحاجات الحيوانات اللي موجودة، فيبدأ إن هو يفلترها لك ويجيبها لك. طيب الموقع ده جاي من خلال ايه؟ طبعا بالملايين. يعني ده في موقع كانت جوجل عاملاه زمان، كان اسمه جوجل بولي، بس للاسف جوجل قفلته. والميزه ان هو كان اوبن سورس، فقدروا ان هم يجمعوا الحاجات. الحاجات 725 جيجا مضبوطين. طيب دي المواقع اللي جوجل موتتها، تمام. ممكن يكون بعضنا اشتغل على الحاجات فيهم، انا اشتغلت على كذا حاجه مش واحده بس، تمام. كل دول جوجل عملتهم وكانت مخصصه ليهم ناس، وبعد كده ما حققوش ارباح فراحت من موتهم، وده تاريخ البدايه وتاريخ النهايه. فالموقع جميل، تقدر تحمل منه حاجات كتيره، ملفات كتيره جدا.